يبقى كلمة واحدة مهمة تنتبهوا لها، ان مش عارف ان النقطة اللي انا هقولها دي يمكن حطها يعني انها تتم ذكرها او لا في موضوع حقوق الانسان. يا جماعة يعني اللي بيعمل صراعات في الدول تؤدي الى خرابها ده ما يعتبرش، ده أمر لابد إن احنا نحطه في الاعتبار، إن الدول اللي بتسعى إلى تخريب الدول الأخرى من خلال التآمر وأمور أخرى، هل ده ما يعتبرش هو النهاردة اللي حصل في الدول اللي موجودة حوالين مننا؟ هو في حد نجي في دولنا الموجودة دي غير مصر؟ في منطقتنا العربية دولة نجت من الخراب غير مصر؟ مش عايز اقول اسماء الدول عشان بطبيعة الحال مش عايز يعني اعمل ايلام للدول اللي بتعاني من كده، لكن اكيد كلنا عارفين الخريطة بتاعت منطقتنا هنا وحالة الخراب والدمار اللي موجودة فيها ومعسكرات اللاجئين اللي فيها ملايين البشر بقالهم 10 سنين موجودين دلوقتي. يا ترى حقوق المواطنين، مش بس حقوق المواطنين، النتاج الاستمرار في معسكر للاجئين 10 سنين، يعني الطفل اللي كان عنده 7 سنين بقى عنده 17، والبنت او الفتاه اللي كان عندها 8 سنين بقى عندها 18 سنه، موجوده فين؟ موجوده في معسكر. انا بتكلم على ملايين، مش بتكلم على 10,000 ولا 100,000. موجود في دول فيها 2 مليون و3 مليون لاجئ، علاوة غير اللاجئين اللي موجودين داخل المعسكرات الداخلية للدول ديت. اللي قام بالعمل على هدم الدول ديت هو مش ده من حق من حقوق الإنسان إن احنا لا نتدخل في شؤون الدول حتى نخربها ونسيب المواطنين البساط يعانوا في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في الصومال، في العراق؟ مش عايز اتكلم على دول تانية. ومصر كانت هتبقى من الدول ديت، مصر كانت هتبقى من الدول، دولة فيها 100 مليون كانت معرضة للخراب وللدمار. المفروض ان يعني حد زي في الوظيفة ديت ما يتكلمش كده، عشان يعني، لكن لا، لازم نكون كشباب ينظر من أي دولة في العالم إن هو ينتبه، وينتبه إنه يبقى دايما عنده العقلية النقدية لما يتم طرحه. اسمع وشوف وافرز بعقلك، شوف العالم اللي احنا حولنا من اللي أنا بتكلم عليه ده بقى فين، ليه بقى العالم اللي الدول دي اللي بتكلم عليها حجم الضرر والخراب وحقوق الإنسان اللي استهلكت فيها قد إيه؟ ليه؟ أخشى أن يكون التنافس السياسي والمصالح بتؤثر كتير جدا جدا على الإجراءات اللي بيتم، وبالتالي يتروح فيها دول في الرجلين ويضيع شعوبها وتتخرب البلاد ديت ويبقى ملهاش مستقبل 50 و100 سنة قادمين.